بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو الفيديوهات الجميلة والممتعة جدا، ازاي نعرف الذكر من النتاية بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة مؤكدة 100%. طبعا يا جماعة الشكل بتاع الحمام بيختلف، يعني مثلا احيانا بنقول احنا نبص للذكر نعرفها، نبص للنتاية نعرفها، احيانا بنخدع في الحمام فمبقاش قدامنا غير التجربة العملية عشان نثبت اذا كان ده ذكر ولا نتاية. طبعا حصل معايا كتير وحصل مع كل غاوي حمام ان هو اشترى حمام على اساس ان هو نتاية وطلع ذكر، او اشترى حمام على اساس ان هو ذكر وطلع نتاية. فطبعا دي بتحصل معايا غاوي. طيب ايه اللي بيثبت لك بقى وامتى بتتأكد ان ده ذكر او ده نتاية؟ بنعرف طبعا لما بنحط الحمام دوت في وسط اي حمام عندنا بنبدأ نشوف عليه علامات الذكر او علامات النتاية، تمام كده؟ فطبعا حصل معايا اخر حاجه، كنت مشتري 3 اصوص هزاز هندي زي ما احنا شايفين كده، تمام اهو، وبعد فتره اكتشفت ان هما 5 نوتي وذكر واحد، دي نتايه من ضمن النوتي اللي كنت فاكرها ذكر، تمام كده. طيب عرفت ازاي بقى ان هما 5 نوتي وذكر؟ اول حاجه انا حطيت كل جوز مع بعض، جوز طبعا بيض 4 بيضات، فتاكدت ان هما نتايتين على طول، تمام خلاص 4 بيضات يبقى نتايتين. تاني جوز باض بيضتين والبيضتين طلعوا مخصبين، تالت جوز باض بيضتين والبيضتين طلعوا مروقين. طبعا اللي البيض بتاعه طلع مروق رحت قصص الديل بتاعه ورحت سايبه عش تاني فبرضه البيض طلع مروق يعني مش مخصب. فجربت ان انا اخد الحمام اسيبه هنا في الاوضه في وسط الحمام، لقيت ان كل نتايه فيهم خدت ذكر وراحت رقدت على جنب، تمام كده؟ يعني كل نتايه فيهم عشق الذكر من الذكوره اللي كانوا موجودين، يعني معنى كده ان هم كانوا نتايتين مش ذكر ونتايه، تمام كده؟ فدي الطريقه اللي بتعرفك الذكر من النتايه، ان انا احط الحمام في سلاكه واحط معاه ذكر، او احط الحمام في سلاكه واحط جنبه ذكر، تمام كده؟ طيب لو حطيت جنبه ذكر وحسيت ان هم عايزين يضربوا بعض، او حطيتهم مع بعض وحسيت ان هم عايزين يضربوا بعض يبقوا ذكرين. طيب لو حطيت فرد حمام في سلاكه وحطيت جنبه ذكر وحسيت ان الفرد الحمام اللي انا حطيته عمال يزوف ويلف حوالين نفسه وينفش ريشه وينزل ديله على الارض والكلام ده، يبقى دي نتايه. لو حطيتهم مع بعض وما ضربوش بعض وبداوا ان هم يجروا ورا بعض يبقى برده نتايه، تمام كده. طيب لو حطيت نتايه جنب نتايه هلاقي الاثنين ساكتين وهاديين مفيش اي رد فعل، تمام. فهوريكم الكلام ده دلوقتي عملي، وهخليك تشوف الكلام ده وتحدد انت بنفسك وتقول اه ده ذكر اه دي نتايه، تمام كده، من خلال اللي انت هتشوفه دلوقتي. فيلا بينا نبدا مع بعض دلوقتي في الشرح العملي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. وقبل ما نبدا ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه زي ما احنا شايفين كده ذكر قدامنا في السلاكه اهو، هنجيب دلوقتي فرد حمام ونحطه في السلاكه اللي جنبه هنا ونشوف هنعرف نحدد الذكر من النتايه ولا لا. ما شاء الله ده فرد حمام نفاخ اسود، كنت محتار في امره ما كنتش قادر احدد ذكر ولا نتايه لحد ما ظهرت عليه العلامات اللي احنا نشوفها دلوقتي دي. بص كده الفرد الحمام ايه اللي حصل، الحركات بتاعتهم نفس الحركات اللي بيعملوها زي بعض، بيصدروا نفس الصوت وبيلفوا حوالين نفسهم بيعملوا نفس الحركه، بينفخوا حصالتهم، طبعا الاثنين واضح عليهم نفس الشكل. طبعا هنجيب دلوقتي الفرد الاسود وندخله سلاكة هنا عند الفرد الاصفر ده. دخلناه في السلاكة دي، نوسع لهم بس كده عشان نشوف رد فعله. بص كده ايه اللي بيحصل، مسكوا في بعض وضربوا بعض، طبعا الاثنين بيجعروا وبيلفوا حوالين نفسهم وبيضربوا في بعض اهم كده، خلاص بانت العلامه. نشيل فرد الحمام النفاخ الاسود من هنا، تمام كده. هوريكم دلوقتي فرد حمام تاني كنت محتار في امره جدا جدا، تمام. ما شاء الله ده فرد حمام نفاخ ضن، طبعا زي ما احنا شايفين عليه ريشة، تمام ريشة اهو عليه اخر ريشة اهي، يعني هيخلص دي ويطلع دي، تمام كده. هنحطه هنا برضو في السلاكة ونشوف رد فعله.
طبعا فرد الحمام ده كنت محتار في امره لحد النهارده، لسه طبعا متاكد النهارده من فرد الحمام ده اذا كان ذكر ولا انتايه. هنشوف بس رد الفعل كده عشان نقدر نحدد اذا كان ذكر ولا انتايه. طبعا زي ما احنا شايفين فرد الحمام اتحط في السلاكه هادي خالص، مفيش ردود فعل. هتبدا هي ردود الفعل ان هي تظهر، بص كده في رغبه في ان فرد الحمام يعدي من السلاكه دي يروح السلاكه الثانيه لفرد الحمام الثاني، تمام. مفيش اي صوت، فرد الحمام ما بيجوعرش، الفرد الثاني هيتجنن عليه. بص كده الحركات، طبعا الديل بدا يتكسر لتحت، الحصاله بدات تتنفخ، في نفشه ريش بسيطه وخفيفه كده، تمام. بص الحركه دي كده بدات تكون حركات ظاهره على فرد الحمام. طبعا انت دلوقتي توقعت فرد الحمام ده ذكر ولا انتاي. تعالى دلوقتي بقى ناخد فرد الحمام ده وندخله في السلاكه مع فرد الحمام الاصفر ونشوف رد الفعل هيكون ايه. فرد الحمام اهو دخلناه هنا، بص بقى رد الفعل، وميز ما بين رد فعل فرد الحمام ده وفرد الحمام الاولاني النفاخ الاسود. طبعا مفيش اي ضرب نهائي، مفيش اي ضرب، فيه طبعا لف حوالين بعض، عمالين يلف حوالين بعض، وطبعا فرد الحمام الاصفر هيتجنن على الفرد التاني. بص كسرة الديل اللي تحت دي تأكد لك ان هي نتاية مش ذكر. طبعا زي ما احنا شايفين مفيش اي ضرب نهائي، مفيش اي ضرب، وفرد الحمام عمال يلف وطبعا نافخ حصالته، وده لو اكد لك يأكد لك ان هي نتاية. تمام كده يا جماعه، زي ما شفنا مع بعض اول حاجه ذكر لما حطيناه جنب الذكر بان هما بيعملوا ايه، بانت حركات الذكر مع الذكر، ولما حطيناه مع الذكر بان برضو ان هما ذكرين وضربوا بعض. تمام كده، نفس النظام لما حطينا النتايه جنب الذكر بانت حركات النتايه وبان ان هي دي فعلا نتايه، ولما حطيناها جوه السلاكه مع الذكر بانت برضو حركاتها ان هي نتايه عكس الذكر خالص اللي كان محطوط في الاول اللي ضربوا بعض. تمام كده، لما نحط نتايه مع نتايه مفيش اي رد فعل ما بين النتايتين وبعض. فدي الطريقه الاكيده اللي 100% بتعرف بيها الذكر من النتايه، الباقي كله اجتهادات، الباقي كله اجتهادات. يعني طبعا ان انا ابص لفرد الحمام واقول ده ذكر، ابص لفرد حمام تاني اقول دي نتايه، دي بتعتمد على الخبره وعلى الاجتهاد. وطبعا في احيانا بعض انواع الحمام زي مثلا الحمام الهزاز الذكر والنتايه شبه بعض، فما يبانش فيهم الذكر من النتايه. برضو الحمام المفتل احيانا ما بيبانش فيه الذكر من النتايه، الشقلباز احيانا ما يبانش فيه الذكر من النتايه، اليمني حمام ناعمه جدا احيانا ما يبانش فيها الذكر من النتايه، الجعفري، الكلر هيد، انواع كتيره من نعومتها وجمالها ما تقدرش تحدد فيها الذكر من النتايه لان الذكر مش خشن. انما في بعض الانواع التانيه زي الكريزليات، زي الزواجل، زي المراسلات، زي الهومر، زي الكاري، الكلام ده كله بتقدر تحدد فيه الذكر من اول نظره لان هو شكله الذكر باين وخشن قدامك. تمام كده، فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه واستمتعنا بيه. ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على قناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.